منتخب الناشئين يصل إلى وهران للمشاركة في بطولة كأس العرب. قبل أيام وصل منتخبنا الناشئين إلى مدينة وهران الجزائرية للمشاركة في بطولة كأس العرب اللي راح تنطلق يوم غد بمواجهة المستضيف الجزائر ومنتخب فلسطين ضمن منافسات المجموعة الأولى. منتخبنا ذهب يوم الاثنين بطيارة خاصة وتوجه إلى العاصمة الجزائرية، راح لإسطنبول ومن هناك انتقل إلى الجزائر إلى مدينة وهران برن، ونؤمل أنه يجري اليوم أولى وحداته التدريبية والوقوف على مباراة الغد. راح نتابع معاكم الفيديو اللي كابتن أحمد كاظم ولاعبي المنتخب كاميران وغيره وشنو جاهزيتهم لهذه المباراة. الكل يعرف يعني كانت الفترة قصيرة، كنت تخللت معسكر كربلاء اللي كانوا في جدة، أخذنا مباراتين مع منتخب الشباب وبالعودة رجعنا لبغداد لعبنا مع شباب نادي الجيش. يعني تقريبا مو ذاك المعسكر بطموحات كبيره ولا المباريات اللي هي مع اعمارهم حتى نعرف مستوياتهم، لان الثلاث مباريات لعبنا مع اعمار اعلى من عندنا، لكن الحمد لله والشكر وصلنا الجزائر يوم امس، رحله شاقه جدا كانت. اليوم اول وحده تدريبيه لنا، تمرنا شغلات بسيطه اللي هي الاستشفاء مال السفر وعملنا على الطرق الخططيه والحالات الثابته، لانه الوقت ضيق جدا وما مسموح لنا اكثر من ساعه بالملعب. بالتالي حضرنا الفريق ان شاء الله لمباراة يوم غدا مع المغرب، هي بالتأكيد صعبة في كل النواحي البدنية والفنية، لكن ان شاء الله عدينا العدة انه نضرب بصورة جيدة وان شاء الله نحقق نتيجة ايجابية في هذه المباراة ان شاء الله. السلام عليكم، انا اسمي احمد عبد الرضا، بارحة التحقت بالمنتخب العراق جاي من بلجيكا، عفت الفريق ماتي بيرشوت بلجيكا، وان شاء الله باكر عندنا مباراة ضد المغرب، ان شاء الله النتيجة فوز ان شاء الله، وانسجمنا بسرعه الفريق بسرعه انسجم بالتمرين اليوم وان شاء الله باكر نفوز. استعداداتنا جيده واليوم وحده تدريبيه وان شاء الله استعداداتنا جيده للمباراه غدا مول المغرب وان شاء الله حقق شيء يرضي الشعب العراقي. دخلنا معسكر في كربلاء ولعبنا لعبتين ضد منتخب الشباب وقدمنا مستوى جيد ووصلنا الجزائر وخذنا اول تدريبيه بمدينه وهران وان شاء الله نحقق فوز ان شاء الله باكر.